انعقاد القمة الأوروبية الأولى لهذا العام في بروكسل، والقادة الأوروبيون مجمعون على طي صفحة أزمة الديون والتنبه إلى مقدار درجات المراقبة على اليونان في ظل هواجس جديدة من حال الوضع المالي في كل من إسبانيا والبرتغال. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت للصحفيين قبل القمة: المناقشات يجب أن تدور حول كيفية جعل اليونان تنفذ ما طلب منها، وهذا الأمر يتطلب حوارا تشترك فيه اليونان، ولهذا السبب هنالك رغبة في حوار بناء. رئيسة الوزراء الدنماركية هيلا تورنينغ شميت التي ترأس بلادها الاتحاد الأوروبي قالت قبل القمة: من المهم أن نكون أسلوباً منضبطاً لاقتصادنا وأن نعالج شؤون البطالة والعمل في أوروبا. القادة الأوروبيون في سعي لإحراز تقدم بشأن استحداث آلية الاستقرار الأوروبية. رئيس مجموعة النواب الليبراليين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي جي فيرهوفشتاد أعرب عن قلقه من المعاهدة الجديدة، لأنه على الأوروبيين برأيه أن يجهدوا من أجل المزيد من التعاضد وتقاسم الديون. قمة أوروبية يؤكد قادة دولها عن عزمهم على إعادة توجيه أموال الاتحاد الأوروبي لمكافحة البطالة بين الشباب ومساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة.